هاي ريمان، اليوم راح اشوفكم فيديو جديد من ما بدي اسوي بس. واليوم قاعد في هذا الفيديو راح اشرح لكم كيف تحصلون على المكنه. وات هذا ايش فيها؟ او ماي جاد، صراحه توني اعرف انه هيك تصير. صح، حلو. فاليوم جايز بهذا الفيديو انا راح اشرح لكم كيف تحصلون على مكنسة الفي اي بي بالمجاني. اتضح انه مكنسة تبع الهالوين للفي اي بي. انا صراحة انصدمت من دريت، ولكن وانا لسه ما شحنة، يعني انا مقررة في تحديث الهالوين اشحن، بس الصدمة انه طلع انه في الفي اي بي. المهم جايز، الاشخاص اللي ما يقدرون اصلا يشحنون، او مثلا راح يشحنون ولكن بعد فتره طويله، يعني مثلا يعني لو اهلهم قايلينهم بعد ما تنجحون يا هناك بذاك الوقت نشتريكم، فصار السالفه يعني تكون بعيده مره. سو كيف احصل على مكنسة الهالوين وانا ودياها؟ هي كلش حلوه يا جماعه، فيها اكثر من جلسه وتقدرون يعني كذا تمشون فيها وحركات. سو كلش حلوه الصراحه. ايش فيها وضع الناس هذا؟ ايش فيها حرفيا؟ مش بيهم. اوكي، فاليوم جايز راح اشرح لكم كيف تحصلوها بالمجاني. انا طبعا شوفوا اصلا ما عندي يعني الفي اي بي، ما موجود فوق اسمي. سو انا راح اكون من ضمن الاشخاص راح يستفادون عندها يا جماعه. سو يلا تعالوا اشرح لكم شو انا شرحت لكم اياه قبل تحديث الهالوين بكم يوم. ولكن بعد، هو بما انه اكتشفنا انه اصلا هاي المكنسة ما نقدر نستخدمها في تحديث الهالوين عشانها في الفي اي بي، فقط الاي بي اي بي. سو هذه الطريقة همات راح تفيدنا هاي المرة. اوكي، سو تعال اليوم اشرح لكم كيف نحصلها يا جماعة، لان الصراحة كلش حلوة لازم نجربها الاشخاص اللي عندهم في اي بي. اوكي يلا هسه تعالوا خلونا نبلش. اوكي، اول شيء اريد اقول لكم اياه انه انا لسه ما حافظة الاماكن تبع الاشياء اللي راح احتاجها لحد الان، ما حافظه، فيعني لو اخربط سوري. فعندكم اول شيء لازم تستخدموه، لحظه بس خل اشيل هالسكين. اوكي، اول شيء تحتاجون تستخدموه هو تفاحه تحديث البرات اللي هي هاي، وتحطوها في الخيار الثالث. روحوا على التوجلز بعدين اختاروا الخيار الثاني. اوكي تمام، بعد هيك راح نستخدم الدبل كان موجود يا جماعة، لسه اتذكر مكانه وين، يعني للأسف غيروهن. سو راح تحتاجون يا جماعة بهذا الفيديو، ثواني وين القاه بالضبط الصراحة انا مش عارف. هاي هذا الدب تمام، موجود بالخانة الأولى، كنتوا مشتري طبعا تمام. بعدين يا جماعة شوفوا كيف صاير شكلي، راح تروحون وتستخدمون يا خيار، ثواني يب هذا الخيار الثاني، روحوا على التوجلز واختاروا الخيار الثاني. بعد ما تستخدمون هاي الدب وهذا اصبغوه باللون اللي يعجبكم. انتو المكنسة يا لون حابيها اصبغوهن على نفس لون المكنسة. اوكي، سو انا حسوي اسود، كل شيء اسود. اوكي، اجرب بني يا جماعة، مثلا بني غامق يعني كذا كأنه مكنسة، يعني عارفين. والله الصراحة ما عندي فكرة يعني اي لون اسويه، بس الاسود اتوقع انه حيضيع عشان ملابسي تقريبا كلها اسود، صراحة اسويه بني. اوكي، سويت بني يا جماعة، تعالوا هسه نصبغ كل شي بنفس اللون، ثواني. اوكي يا جماعة ثواني. اوكي، وهمات التفاحة نفس الشي يعني لا تنسوها، تراها من الطرف الثاني. طرف ثاني ما ادري. المهم سو شوفوا يا جماعة، ويت ليش اللون مختلف؟ اللون مختلف يا جماعة، ليش؟ يا تفاحة اللون مالتها مختلف مدري ليش. المهم فصارت نفس الدرجة، هو المفروض تسوي نفس الدرجة حتى ما يصير نشاز. اوكي، فيب بعد ما تستخدمون هذني يا جماعة، فراح تروحوا تستخدموا السلاح اللي كان موجود في كود في تحديث السابق، راح يكون فيديو ثبت او تعليق. صح انا مش عارف اذا لسه يشتغل، المهم الاشخاص المستخدم اللي عندهم سواء تستخدموه، واذا ما اشتغل يا جماعه فاتوقع صار اكسباير، بس ما اتوقع صار اكسباير بهالسرعه. سو روحوا اخذوه احسن من انه يصير اكسباير يا جماعه، وممكن في خدع ثانيه نستفاد منها في المستقبل. سو هاي الخانه راح تلقوها، هي الخانه الرابعه، راح تلقون فيها جميع الكودات اللي انتم حصليها. سو شوفوا ايش قد انا محصله وما دا يحملون. ثواني ثواني بليز، يمكن هذا، يس هذا. اوكي شوفوا هذه يا جماعة، اريد من عندكم ثواني، انا شلون كنت استخدمها الصراحة ناسية، يمكن استخدمت اللو، اتوقع اللو يا جماعة ناسية، ثواني يب اللو، استخدموا هذه، استخدموا يا جماعة هذه الخيار الثالث. اوكي، بعدين اصبغوها باي لون يعجبكم. انا من البداية صبغت اللون الجوزي، صراحة اسويها جوزي
فاتوا اذا كنتوا حاطين بنفسجي ازرق اسود اي شيء. فشوفوا كيف صارت حاليا، شوفوا المنظر القبيح اللي خلف، بس ما عليكم راح يضيع بثواني. تعال اشوفكم شلون. اوكي راح تستخدموا يا اصدقائي او تشتروا حركة المرمي. ثواني 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 ثواني، وينها بالضبط؟ هاي، لا مو هاي، ثواني، هاي اتوقع، يب يمكن هاي، ثواني خليني اتاكد لكم يا جماعه، انا الصراحه ناسيه حرفيا، ما راجعت كيف اسوي بالضبط، حاسه روحي ليش قلت ما راجعت، احس روحي كانه كنت امتحان يا جماعه. ثواني خليني اتاكد، وين الزر؟ حرفيا ما هو، يب هي هاي، يب هي هاي. تشترون يا جماعة حركة الميرميد بولز باك اللي راح يكون فيها 10 حركات ب3500، اشتروها ترى هي كلش حلوة. اوكي سونا تشتروها، راح تلقوها موجودة هنا، وراح تستخدموا فيها كثير حركات. تعالوا نجرب جميع الحركات ونشوف شنو اكثر وحدة يعني ضبطت فيها. راح تستخدم اول شيء هاي اول وحدة، وشوفوا كيف صارت. لحظة وين اروح حتى ابين لكم اياها. شوفوا يا جماعة كيف صارت، صارت كأني راكبة على مكنسة. حلو، شوفوا كيف، وتقدرون تتحركون يا جماعة، لاحظوا لي، شوفوا وما كأنه صاعدة في مكنسة، وربي كأنه او ماي جاد. هذا عندكم، او هذه غريبه، هذا ما تفيد عندكم. هاي او ماي جاد، هاي هاي اضبط وحده، هاي تجنن يا جماعه، كانت جد 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 قاعده يعني، واو هذه احلى وحده. بعد ما جربت الباقيات بس الصراحه انه هذه احسن احسن شيء. شوف كيف، مو بالله مو بالله كاني قاعده على مكنسه، ايش تتوقعون؟ اوكي هسه شوف هاي، هذه بسم الله كل واحد يبي ما ادري ايش. هذه هذه زينه، هذه يعني نص 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 نص. اوكي عندكم هاي، هذا مستحيل تضبط، هاي ما مستحيل تضبط، هاي مستحيل، هاي ما تضبط اصلا، وهاي يعني شويه. عندكم اول وحده حاليا، اول وحده كلش مضبوطه، وعندكم الثالثه، فيعني اول وحده وثالث وحدة هنا أحسن شيء لكم. فشوفوا كيف هذه كأنه جالسين على المكنسة يا جماعة، الصراحة أحس إنه ضبطت هواية. شوف كيف يا جماعة، لاحظوا لي الإبداع، ما في مثلي يا أخي، شوفوا شوفوا. أوكي همات تقدروا تستخدموا الثالثة، والثالثة همات راح تكون من الضابطة كلش، كأنه جالسين عليه زي ما أنتم تلاحظوا يا جماعة، فرأيكم؟ شوفوا كيف؟ فيا جماعة أفكاري دائما تكون رهيبة يعني، هذا هاي مو مشكلتي، أنا دائما أفكاري حلوة، فحرفيا حرفيا شوفوا كيف أجيب لكم أفكار الأشخاص ما عندهم في أي بي، حتى مسويت لكم هواي فيديوهات ثانية، بدي الملابس ويعني مدللتكم يا جماعة، أوكي؟ سايب، فلازم يا أصدقائي اللي تشوفون هذا الفيديو ما مشتركين، ليش ما تشتركون؟ ترى اشتراك مجاني، أوكي؟ اشتركوا يا جماعة، تمام؟ لأنه في كثير فيديوهات محضرت لكم يعني تحديث الهالوين، حتكون كلش حلوة إن شاء الله، فبس تراقبوا، أوكي؟ شوفوا كيف والله الثالثة عجبتني، الثالثة يب الثالثة عجبتني، حسيت الحركة ضبطت، أوكي؟ اكتبوا لي يا جماعه هسه شنو حالكم بعد ما تغير الجو، حرفيا ما اعرف يعني تغير كم درجه، حسيت اني خلاص مرضت يا جماعه، ما اعرف شنو السالفه، حرفيا راسي تاثرت بالبرد، كيف ما اعرف. المهم فايب هسه بعد خلوني اختم هذا الفيديو، ان شاء الله كنت استمتعت وياي، دزوا الفيديو لاصدقائكم حتى ما تحصلوا على هاي المكنسه وياكم، وبس باي باي، احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.